بسم الله الرحمن الرحيم. حسن الظن بالله في زمن الطوارئ الصحية. تحدث العلم وتدخل الطب، وحذر رجل الاقتصاد وحار السياسي، واحتبست أنفاس الإعلامي، وحسم الأمر أهل الحل والعقد، فانتهى الأمر إلى الحجر الصحي كإجراء وقائي وكحل أسمى وأنجع لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا. لكن ما حكم الدين فيما يجري اليوم ويقع لكوكب الأرض المفتقر إلى رحمة الله التي وسعت كل شيء من جراء أثار هذا الكائن الغريب العجيب الذي لم يستثني الشباب والشيب، والذي حير العقول وأقض المضاجع وأظهر عجز الإنسان وضعفه مع ما أتيه من علم وحكمة وخبرة واسعة في مختلف المجالات والتخصصات. ليس بالعلم التجريبي وحده يحيى الإنسان، بل هناك شيء أسمى وأعمق يتجاوز طب الأبدان، يحتاجه جميع بني الإنسان في كل زمان ومكان. إنه نور الإيمان والثقة بالله ذي الجبروت والسلطان، الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية العصيبة، يجمل بنا التذكير بالضوابط الشرعية للوقاية من أثار هذا الوباء الوخيم، وما ينبغي فعله والتقيد به في كل وقت وحين، حفاظا على الدين والنفس والعقل والمال والعرض، بوصفها مقاصد شرعية لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا ومصالح المعاش والمعاد، والتي نجملها في ثمان نقط. أولا، أمر الشارع الحكيم بالتداوي من جميع الأمراض والعلل إلا الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وقال أيضا: تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء. ثانيا، أن من يتولى العلاج وهم الأطباء وحدهم، ولا يجوز لغير فعل ذلك، حتى قال علماؤنا: من تطبب ولم يكن من أهل الطب فتسبب في هلاك نفس فهو آثم ضامن. ثالثا، وجوب الامتثال للحجر الصحي كإجراء وقائي وفعال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الوباء بأرض وأنتم بيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها. وفي هذا الهدي النبوي الشريف فائدة عظيمة، وهي التحذير من نشر الوباء ونقله إلى الأصحاء فتعظم البلية. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه إذا أرمدت عين إحدى نسائه لم يأتيها حتى تبرأ عينها. رابعا، الإيمان بالقضاء والقدر سلاح المؤمن، وهو لا ينافي الأخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب من جملة الإيمان بالقضاء والقدر، الفرار من قدر الله إلى قدر الله، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خامسا، كل محنة إلى زوال مهما اشتدت، ذلك إن جميع المقدرات في علم الله عز وجل لها أوقات معلومة وآثار محدودة وآجال مقدرة. سادسا، حسن الظن بالله عز وجل والصبر على البلاء والرضا بالقضاء والتسلح بالدعاء والالتجاء إلى خالق الأرض والسماء وتلاوة القرآن الكريم وذكر الله عز وجل في هذا الظرف العصيب هو ما يجب أن يقوم به كل مسلم ومسلمة. سابعا، وجوب التعاون والتضامن الاجتماعي مع الفقراء والمساكين والمحتاجين، والانخراط في جميع المبادرات الرامية للتخفيف من أثار هذا الوباء. ثامنا، الحفاظ على العبادات ولا سيما الصلاة، التي من شأنها أن تجعل المسلم مصدر خير لأمته ووطنه، وهي أيضا تذيب للنفوس وجعلها تسهم في توثيق العلاقات الاجتماعية الفاضلة وحفظ كليات الدين. فقد كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من ضرره شيء؟ قالوا لا يبقى من ضرره شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد منبع النفع والكمالات، وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والكرامات، مع تحيات الأستاذ عبد القادر بطار، أستاذ العقيدة والفكر الإسلامي في جامعة محمد الأول بوجدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.